مرحبا بكم في نشرة الأخبار عبر منصات السودانية 24. أعرب وزير الدفاع رئيس الوفد الحكومي المفاوض الفريق الركني ياسين إبراهيم أعرب عن أسفه على انهيار جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية بجوبا، وذلك بسبب موقف الحركة المتعنت ونكوصها ورفضها التوقيع على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين. وقال إن الحركة أصرت على إقحام ميليشيا الدعم السريع المتمردة في عملية التفاوض، مما يبرهن تماهي الحركة الشعبية مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا في حق الشعب السوداني، مشيرا إلى أن وفد الحركة لم يقدم أي مسودة اتفاق، وجاء رده على مسودة الحكومة إنشائيا ولم يتضمن القضايا الجوهرية المتعلقة بإيصال المساعدات إلى المواطنين في الولايات المعنية. وقال الفريق ياسين إن العمل الإنساني يجب أن يعنى فقط بحياة الإنسان بعيدا عن أي أهداف أخرى سياسية أو أمنية. نفذت شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاوى القوات المشتركة وأتيام العمل الخاص حملة أمنية لمراجعة أوراق الهوية في أسواق وأحياء القضارف شرقي السودان. وقال الجيش السوداني في تعميم صحفي قال إن الحملة لتعزيز الأمن والاستقرار في القضارف، وأشار إلى أن الحملة استهدفت عددا من الأماكن والأسواق والأحياء لمراجعة مستندات الهوية الوطنية وضبط الوجود الأجنبي وتفتيش العقارات وغيرها من الإجراءات الأمنية، حيث أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم. وطالب الجيش سكان القضارف والأجانب الموجودين بحمل مستندات الهوية الرسمية والتبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه والتقيد بحظر التجوال الجزئي. أكد وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم محمد سعيد أن السودان يسعى لزيادة الربط الكهربائي مع مصر إلى 300 ميجاوات والعمل على إكمال إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بالولاية الشمالية. وتعهد الوزير لدى لقائه أمس وزير الاستثمار بالولاية الشمالية عمر علي صالح، تعهد بمعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب والوطنيين فيما يتعلق بالكهرباء وفرق السعر لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وذلك في الزراعة والصناعة. من جانبه قال وزير الاستثمار بالولاية الشمالية إن معظم المعوقات التي تعترض الاستثمارات تتعلق بالكهرباء وذلك على مستوى المشروعات الزراعية والصناعية، وأن الاستثمار الأجنبي لا يستطيع منافسة المحلي نسبة لفرق السعر في فاتورة الكهرباء. كشف المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم عبد الله خاطر أن عدد القتلى بلغ 345 قتيلا و2626 جريحا، وذلك منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة قبل عام. وأكد خلال تفقده مستشفى الفاشرة للنساء والتوليد بعد تعرضه لقصف مدفعي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المارة والباعة والتلف في المنشآت والمعدات، على ضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان استئناف العمل بصورة كاملة ومستدامة باعتباره المستشفى المرجعي الوحيد لخدمة النساء والتوليد العامل في الولاية وإقليم دارفور ككل. وأشار خاطر إلى أن العمل الصحي حق إنساني يتم تقديمه لمستحقيه بحياد تام بكافة المرافق الصحية من دون تمييز وفق مبادئ وإخلاقيات المهنة. وجه وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان باستكمال كافة الاستعدادات وتهيئة البيئة المناسبة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء المناسك. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد قال إن البلاد ستشهد وداع الفوج الأول للحجاج السودانيين وذلك في 25 من مايو الجاري بعد اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بالتفويج. إلى ذلك غادرت بعثة الحج من ولاية غرب دارفور أمس متوجها إلى الأراضي المقدسة عن طريق دولة تشاد، وأرجع أمين بعثة الحج بولاية غرب دارفور حبيب النمير اختيار سفر الحجاج عبر تشاد إلى المخاطر الأمنية التي تعيق سفر الحجاج من الجنينة عن طريق بورسودان. اطلع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان اطلع على أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية والجهود التي تطلع بها في بسط سيادة حكم القانون بالبلاد.
وقال رئيس دائرة المحاكم العامة أحمد صديق نايرة في تصريح صحفي، قال إن اللقاء تطرق للعمل في القضايا وافتتاح محكمة الجرف القاري والمنازعات البحرية والمحكمة التجارية، وذلك في ظل ظروف الحرب الحالية. وأكد أن اللقاء تناول أيضاً الترتيبات الجارية لإقامة دائرة محكمة عليا في الدمازين باعتبار أنها من الولايات التي تحتاج لمثل هذه المؤسسات. قال شاهد عيان إن ميليشيا الدعم السريع المنتشرة بمنطقة وادي شعير في ولاية الجزيرة انقلبت بشكل مفاجئ ضد المواطنين ومارست تنكيلاً وترويعاً غير مسبوقين، مما خلف موجة نزوح واسعة نحو قرى الفريجاب التي لا تزال تعاني هي الأخرى من أوضاع مماثلة. وأكد بعض الأهالي بحسب سودان تريبيون أن عناصر الميليشيا يعتدوا بالسياط والصبع على الشيوخ والشباب ولم يسلم منهم أحد. وقال شاهد عيان إن القوة الموجودة بوادي شعير غرب الحصحيصة تعد واحدة من أكبر ارتكازات الدعم السريع في الجزيرة وظلت موجودة لفترة طويلة. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.